لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم إن في البلاد والعباد من الجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك، فأرسل السماء علينا مدرارا، أرسل السماء علينا مدرارا، أرسل السماء علينا مدرارا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين. أنت ربنا، أنت الرحماننا، أنت الرحيمنا، نحن عبادك يا رب العالمين. إن في البلاد والعباد من الجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا عاما طبقا مجللا إلى قضاء الحاجة. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الغني الحميد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وهو معك إله عنكم يأمركم بدعائه ليستجيب لكم وسؤاله ليرضيكم واستغفاره ليغفر لكم، وأنتم مع فقركم وحاجتكم إليه تعرضون عنه وتعصونه، وأنتم تعلمون أن معصيته تسبب غضبه عليكم وعقوبته لكم. ففي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المعاناة وجور السلطان. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر قوم العهد
إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. فيا أيها الإخوة الكرام، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 5 أنواع من المعاصي، كل نوع منها يسبب عقوبة من العقوبات الدنيوية، ومن ذلك منع الزكاة ونقص المكيال يسببان منع المطر وحصول القحط وشدة المعاناة وجور السلطان. وأنتم في هذه الأيام ترون تأخر المطر عن وقته وإجداب المراعي مما يترتب عليه ضرر العباد والبلاد. فقد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الحبارة لتموت في وكرها من ظلم الظالم. وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم، إذا اشتدت السنة وأمسك المطر تقول هذا بسوء معصية ابن آدم. أما منع الزكاة فقد ابتلي كثير من الناس اليوم بتضخم الأموال في أيديهم، وصاروا يتساهلون في إخراج الزكاة إما بخلا بها إذا نظروا إلى كثرتها، وإما تكاسلا عن إحصائها وصرفها في مصارفها. وأما نقص المكاييل فالبعض من الناس حملهم الطمع والجشع على الغش في المعاملات ونقص المكاييل والموازين وبخس الناس أشياءهم. فيا أيها الإخوة الكرام، اتقوا الله تعالى، فقد قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أموالا يا رب العالمين. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، فالإثار في هذا اليوم من الاستغفار والتوبة سبب لنزول المطر. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا تبتم إلى الله واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء وأنبت لكم من بركات الأرض وأنبت لكم الزرع وأدر لكم الدرع وأمدكم بأموال وبنين وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار وتتخللها الأنهار الجارية. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الاستسقاء عند احتباس المطر، وذلك بالصلاة والدعاء والتضرع إلى الله تعالى. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه، منها أنه استسقى يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته، ومنها أنه وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى فصلى بالناس ركعتين وخطب ودعا، مما يدل على أنه مطلوب من المسلمين جميعا عند امتناع المطر أن يحاسبوا أنفسهم ويتوبوا إلى ربهم، لأن ذلك بسبب ذنوبهم
كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا وقع بلاء إلا بتوبة. وقد قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى ربكم وخذوا على أيدي سفهائكم بأمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر واتقوا الله لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم إن في البلاد والعباد من الجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. فأرسل السماء علينا مدرارا، أرسل السماء علينا مدرارا، أرسل السماء علينا مدرارا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين. أنت ربنا، أنت الرحمننا، أنت الرحيمنا، نحن عبادك يا رب العالمين. إن في البلاد والعباد من الجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا عاما طبقا مجللا إلى قضاء الحاجة. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والمغفرة والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على نبينا محمد. صلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سريعا صحا عاما قدقا طبقا مجللا دائما الى يوم الدين. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجيب، يا حي يا غيور. صلى الله عليه وسلم.